شاومي تتحدى بريدمي نوت 11 برو ماكس الأسطوري، هاتف أنيق بتصميم فريد. تعتزم شركة شاومي الصينية إطلاق سلسلة ريدمي نوت 11 بعدما استطاعت سلسلة ريدمي نوت 10 خلال الفترة الماضية من تحقيق نجاحا كبيرا، وتحمل السلسلة الجديدة المنتظرة النسخة العادية والبرو والبرو ماكس. وتناولنا معكم في فيديو سابق أبرز مواصفات ريدمي نوت 11 برو، بينما نتناول معكم في الثواني التالية ريدمي نوت 11 برو ماكس الجديد، والذي يأتي مصنوع من الزجاج مع فريم من البلاستيك بوزن 102 غرام، وهو خفيف نسبيا، بينما يبلغ سمكه 8.1 مليمتر ويحمل شريحتين من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد. والآن نأتي إلى مواصفات ريدمي نوت 11 برو ماكس. يعمل بنظام تشغيل والواجهة أندرويد 12 مع واجهة مي آي 13، ويأتي بكاميرات رباعية. الكاميرا الأساسية عريضة خلفية بدقة 108 ميجا بيكسل، والكاميرا الثانية بزاوية واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، الكاميرا الثالثة لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل، الكاميرا الرابعة لعزل الخلفية بدقة 2 ميجا بيكسل. تدعم التركيز التلقائي عبر اكتشاف برو بي دي اف، دعم تصوير الفيديو بدقة 4K 2160 بيكسل، تصوير كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، ويأتي بشاشة من نوع أموليد بحجم 6.67 بوصة ودقة 2400x1080 بيكسل بمعدل تحديث الشاشة 120 هرتز، ويأتي بالرام 8 جيجا بايت، والذاكرة الداخلية 128 ونسخة أخرى ب 256 جيجا بايت، ونوع ذاكرة التخزين 2.2 EFS، النوع الذاكرة الرام، والذاكرة والرامات معالج أساسي من نوع كوالكوم سناب دراغون 778 بدقة تصنيع 6 نانومتر، ومعالج الرسوميات أندريانو 642L، ويأتي ببطارية بسعة 5020 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 120 واط. وأما عن سعر هاتف شاومي الجديد ريدمي نوت 11 برو ماكس، فيبلغ 280 دولار أمريكي، وما هو يعادل في مصر 4400 جنيه، وفي السعودية 10050 ريال سعودي، ويأتي في السعر في الجزائر 37000 دينار جزائري. وكشفت أحدث تقارير إن هذا الهاتف من المتوقع أن يحقق أكثر مبيعات من الشركة الصينية فور طرحه بالأسواق ونفاذ الكميات. ولا تنسوا أصدقائي الاشتراك في قناة تفعيل جرس إشعارات، ويوجد الرابط لجميع أسعار هذا الهاتف في وصف الفيديو. لا تنسوا زيارته ولكي ترون كل مواصفات ريدمي نوت 11 برو ماكس وجميع أسعاره وجميع مميزاته وعيوبه. وانتظرونا في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.